يا هلا وغلا، من زمان شفتوني بالشماغ، شو اخباركم؟ طيبين؟ اليوم مدعو ومعزوم، يلا خلنا نروح ونشوف. شو اخباركم؟ طيبين؟ وصل الفنان الكبير، شو اخبارك؟ طيبين؟ سلم. عرفتوه اللي مثل في العصوف؟ هلا هلا الطباخ اللي في العصوف. واي والله الفنان علي شهابي. يا ابن الحلال، لا تشيلون هم العشاء، انا الحين ادخل لكم المطبخ ها واسوي لكم ذيك الكبيس اللي يحب قلب. صح. جيب لنا لحم وخضره. يلا كبسه هزاع يا ابوي. يلا جايكم. يلا صب. ما شاء الله ما نقدر فيك والله، كلام كبير كلام كبير، يعطيك العافيه. لا بس احيانا يا ابو حسين بعض الاعمال يحتاجون الى مجموعه ممثلين، يعني عدد كبير، فمنين يوفرونها؟ يعني تنتوفر، يعني مع كثرة الأعمال والمسلسلات تنتوفر. العصوف يمكن 250 كومبارس. ما شاء الله 250 250 أحيانا 300 يصورون في نفس الوقت ولا على أيام؟ لا، إذا كان في سوق مثلا، تصوير سوق يجيبون كومبارس. جميل. والعمى صار تصور في دبي؟ في أبو ظبي. في الإمارات أغلبها؟ كله في الامارات. يعني تجيبونهم من السعوديه ولا؟ لا، موجودين هناك الامارات. في الامارات موجودين. جميل. يا ابو حسين، احنا انت تقول في الامارات، الحين فرضا انت صار العقد انك تمثل وهذا دورك وكذا وكذا وكذا، زين؟ الان اقامتك في ابو ظبي او اي دوله تصور فيها، هل على حسابك المنتج ولا لا من الفلوس اللي يعطونك في العقد؟ لا لا، العقد غير. وأكلي وسكني وشربي وسفري غير. يعني هذا خارج الحسبة. هذا خارج الحسبة. إيه. يسفرونك ويسكنونك ويأكلونك ويشربونك ويعطونك مصروف جيبك. على حساب المنتج يعني. على حساب المنتج. غير اللي هو. غير عقدك اللي أنت كاتب العقد وياه. يعني حتى تذاكر الطيران. تذاكر طيران، من أكل، من شرب، من سكن، مصروف جيب. وتصيرون كلكم فندق واحد. بعضنا. سكنكم. أكيد. في مكان واحد. مكان واحد. تنقلات الباص، ناس في باص، ناس في سيارات. تجلسون سوا الصباح وتروحون مقر العمل. نجلس الصباح نفطر. فالصباح تروحون. طيب بالنسبة لأماكن العمل يكون مكان واحد ولا عدة أماكن؟ لا، هو لوكيشن واحد. يعني في مثلاً. لا، مكان معين. هو إذا كان ما في شيء اسمه فيلا. مبني مثلاً. كله مبني. كله مبني من يعني مبني ميزانية العمل. ميزانية العمل زي العاصف، سمعت ان كل هذا بانينا. كله مبني. انزين، في اعمال لا اشوفها، فلل وقصور، هذه كيف وضعها؟ هذه بعضهم يصور في المناطق السكنيه. مناطق سكنيه، ويكون اكثر من مكان واكثر من موقع. اكثر من مكان واكثر من موقع واكثر من لوكيشن. جميل. لكن العاصف لوكيشن واحد. لا جميل، اقول اكرمك الله، يعطيك العافيه. بالعافيه. صور العروسة هذه افتتحها بحسين. ما شاء الله. هذا على شرف حبيبي. انعم الله عليك واجاد الله عليك. تستاهل والله. والله ما ذا حقك والله. والله لا والله. احنا نسويك يوميا. حبيبي والله ما قصرت. ما ذا حقك حسين. لو كل يوم نسويك مبايحة ابو حسين والله. حبيبي والله كلفك. لا كلف. حقك في العافية.